تم اختيار وزارة الصحة بمملكة البحرين كأحد المؤسسات المقدمة لخدمات حكومية مميزة تسهيلا على المستخدمين، والذي سيؤهلها للحصول على الجائزة جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية، والتي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية. البحرين حصلت على شرف هذا التكريم بعد أن تقدمت بأحد المشاريع التي تقدمها ضمن وزارة الصحة لخدمة النظام الصحي المتكامل بالرعاية الصحية الأولية المراكز الصحية، وسوف يعقد حفل التكريم بالقاهرة في سبتمبر من هذا العام، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر الدكتور ياسر القاضي. وستنعقد احتفالية مراسم تكريم الفائزين بجائزة التميز للإنجاز الحكومي العربي. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور محمد أمين العوضي، الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة. دكتور محمد، بداية نرحب بك، ويعني هل لك أن تحدثنا عن أهمية الفوز بهذه الجائزة؟ أولا بد أشكركم على هذه الاتصال، وأن هذه الجائزة جائزة قيمة جدا، ولذلك وزارة الصحة تقدم أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب العظمة جلالة الملك المفدى وحفظه الله ورعاه، ولحاضر صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة التكريم العالمي والفوز بمستوى متقدم في المشاريع الصحية المتميزة. وهذا المشروع هو يعني نابع من توجيه الحكومة الرشيدة لوزارة الصحة في تحسين الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وهذا أنجز في العام السابق بتكملة جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتسهيل الخدمات لهم عن طريق النظام الإلكتروني المسمى بآي صحة. وهذا المشروع يشمل أكثر من 1,200,000 مريض، وتم تسجيل نسبة الرضا المتعاملين مع هذه النسبة يزيد عن 86%، ويشمل جميع الخدمات اللي المريض يحتاجها في هذه 28 مركز صحي. نعم. من السجل الإلكتروني إلى الوصفات الطبية إلى الخدمات المتعلقة بالأشعة إلى الخدمات المختبرية. طيب دكتور، الفوز بمشروع مثل هذا أكيد له أهمية، هل لك أن توضح لنا أهمية الفوز يعني بهذا المشروع؟ والله أهمية الفوز هو تسهيل الخدمات المقدمة للمريض، من أخذ المواعيد للمريض وحصول الطبيب على جميع المعلومات عن المريض إلكترونيا رأسا بدون ما يكون في ملفات وصلت ولا ما وصلت، وكذلك حصول الطبيب على جميع المعلومات المتعلقة بالمريض على الشاشة الإلكترونية اللي تكون موجودة في الكمبيوتر اللي عنده، وكذلك الطبيب يحصل إنذارات عن استعمالات الأدوية وسلامة استعمالات الأدوية. كذلك المشروع يشمل مكتبة إلكترونية حيث أن الطبيب يقدر يتعاون لمعرفة بعض الأخبار المعلومات الجديدة عن علاج المريض والتعامل مع الأدوية وإلى ذلك من أشياء. نعم، يعني مشروع مثل هذا دكتور هل يعني يعطي فرصة لتعميم هذه التجربة البحرينية على مستوى الوطن العربي؟ والله هذه يعني هذه جميع دول العالم تطمح أن يكون عندها نظام إلكتروني يشمل جميع الصحة الأولية، وطبعا النظام اللي موجود الحين عندنا يقدر يشمل جميع الدول العربية، وفي التطور اللي صار لنا احنا الحين في صدد أن نشمل هذا البرنامج للصحة الثانوية. الصحة الثانوية يشمل مجمع السلمانية الطبي، مستشفى الطب النفسي، مستشفى الولادة، وجميع الخدمات الثانوية اللي تعطى للمرضى حتى نعم. يكون متكامل نعم. وهذا كله صار يعني لازم أقدم الشكر لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، ولمعالي الفريق أول طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لدعمهم المتواصل للمشاريع الإلكترونية نعم. في المجال الصحي. إذن دكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.